السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مقطع جديد. ومثل ما شفنا في الصورة المسقرة وعنوان المقطع، أكثر من 1225 أو 1226 سي بي مجانا. بس قبل كل شيء وعشان أعلمكم الطريقة باختصار، أول شيء تدخل على الهدايا استلم يا أخي مكافآت الترسانة المفتوحة. شوف عزيزي المشاهد، أعطوني الشيء اللي ما منها أي فائدة، طبعا أشياء لا دقيقة كارم صح؟ دقيقة كارم، ياب والله انه شوتجن كارم يا جماعة، هذا الشوتجن بالنسبة للتوب. طبعا هذه الصنادق اللي ما ادري ايش الفائدة منها، بس عندي هدايا كثيرة من وين ما ادري، بس شكرا. اهم شيء يا شباب ملاحظة صغيرة، اذا تحب سي بي يعني يكون عندك سي بي كثير، فهذا العرض الفترة مؤقتة بس، يعني مستحيل يكون دائم. وعشان ما نطول عليكم، ادخل على الفعاليات اللي تحت الفعالية الصور، واختر هذه مكافأة الاسترداد النقود. مثل ما تشوف قدامك صندوق سي بي صح؟ يب. باختصار كل اللي عليك مثل ما تشوف 10 سي بي 100 250 400 و500، يعني باختصار حدود 1260 سي بي. كيف تحصل عليها؟ زيادة المجموعة، يعني يقول لك اشحن 10 سي بي نعطيك 10، اشحن 300 سي بي نعطيك 100، اشحن 5 او 1200 سي بي نعطيك 100 او 250، اشحن 3000 سي بي نعطيك 400، واذا اشحن 6000 نعطيك 500. طيب يا شباب راح نشحن الذي 300 سي بي ونشوف مع بعض يعطوني الذي 100 ولا لا. طيب يا شباب بعد ما شحننا 420 سي بي الان خلونا نشوف مطلوبة. خلاص اعطني 100 سي بي او 10، اعطني 100 خلاص يا عزيزي المشاهد، صار عندنا سي بي. ملاحظة صغيرة، انا شحنت 400 صح؟ يمديني اشحن برضو مرة ثانية يعطوني 150، المرة اللي بعدها يعطوني 400، بعدين 500. واو جدا حلوة، 500 سي بي، انت عارف ايش معنى 500 سي بي؟ معناها 500 سي بي. بس ملاحظة صغيرة، يعني انا لو شحنت 300 اوكي ما علينا